انه كل المنجمين بيفتحوا بالفنجان. ايش معنى انت بتفتح بالسطل؟ سؤال ذكي من امراه غشيمه على الاخر. الله يخلينا اياك يا مدهوش. انت عارفه يا ام صالح بالاعراس اكم شلطوفه بتيجي على الفنجان تشرب منه؟ اه والله معك. انت بتعرفي اكم شوفه بتلهب منه؟ اه والله. انا اجى عندي زبون الناس لعندي بتقعد بهالسطل وبتشد بتشد وبتنزل حبل افكارها لازم ترش ريحه ومهما تبحبش بالمنكوش ومهما بالعين مرطوش ضربك ابو دهموش بدك الهم هادي خروش بعد يما لازم تتعلم يما فهمت يعني يما اسمع لازم تتعلم وتدرس وتجهز حالك عشان تنجح يا رب بس مش مفهوم جدره بس